لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ومن الفصل المتعلق بعلامات الساعة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الرابع: العلامات التي لم تقع بعد. العلامات التي لم تقع بعد، سبق الكلام عن العلامات التي وقعت وقد حصرها العلماء فيما تقدم، فيما ذكرناه أن هذه العلامات وقعت يعني إلى هذا الزمان الذي نحن فيه. وأما العلامات التي لم تقع بعد ولكنها ستقع إن شاء الله تعالى بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فهي التي نبدأها اليوم إن شاء الله تعالى. وأول هذه العلامات، أو معنى بعض هذه العلامات اليوم، أولها عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا، وثانيها انتفاخ الأهلة، انتفاخ الأهلة، وثالثها تكليم السباع والجماد الإنسان. وربما نقف على انحسار الفرات عن جبل من ذهب. أول هذه العلامات عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل أو حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا. وهذا هو الشاهد من الحديث: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا. قال: وعودتها جنات وأنهارا إما بسبب ما يقوم أهلها به من حفر الآبار وزراعة الأرض ونحو ذلك مما هو حاصل في زماننا، وإما بسبب تغير المناخ فيتحول مناخها الحار إلى جو لطيف جميل، ويفجر خالقها فيها من الأنهار والعيون ما يحول جدبها خصبا، ويحيل سهولها الجرداء إلى سهول مخضرة فيحاء. وهذا هو الأظهر، فإنه يحكي حالة ترجع فيها الجزيرة إلى ما كانت عليه من قبل. هذا كلام يعني المصنف رحمه الله تعالى، يخبر من خلال هذا الحديث الذي ورد بروايات أيضا مختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا. أرض العرب يعني شبه الجزيرة العربية، وهي شبه الجزيرة المعروفة الآن، وهي منطقة صحراوية وطبيعتها جافة، ويعني الصورة العامة لها هي الصحراء والرمال، وأما يعني الخضرة والماء ونحو ذلك فهذا وصف قليل في هذه المنطقة، أو هذا شيء من الوصف القليل في هذه المنطقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنها تعود جنات وأنهار، فقوله ابتداء تعود يشير إلى أنها كانت كذلك، ثم قوله تعود جنات وأنهار أنها ستتغير طبيعتها الحالية التي هي طبيعة صحراوية جافة جدا إلى هذه الطبيعة، إلى هذه الطبيعة. بعض الناس يقولون أن هذه الجزيرة كانت في زمن يعني قوم سبأ كانت خضراء وكانت جنات وكانت أنهارا، ويفسرون قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور
وذكر الله عز وجل بعدها قال وجعلنا بينها وبين القرى بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فالمفسرون يقولون أن ما بين قوم سبأ أو ما بين سبأ مملكة سبأ في اليمن إلى القرى التي باركنا فيها وهي أرض فلسطين على قول كثير من المفسرين القرى التي باركنا فيها أرض فلسطين أرض يعني بيت المقدس. هذه المنطقة من سبأ إلى الأرض فلسطين هي عبارة عن الجزيرة العربية. وقد ذكر الله في القرآن وقال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. قرى ظاهرة يعني ما تنقطع أو ما ينقطع العمران قالوا حتى أن المسافر كان يسافر من سبأ إلى أرض الشام ما يأخذ زادا معه في الطريق. لماذا؟ لأن الأرض متصلة العمران قرى ظاهرة والجنات والبساتين متصلة. ولذلك قالوا في هذه المدة كانت الجزيرة جنات وأنهار. وبعض المفسرين يقولون لا، لعل هذا كان في بعض المناطق أو أن القرى التي باركنا فيها ليست المقصود بها الشام. وذلك لأن قبل قوم سبأ كان هناك من الشواهد ما يدل على أن الجزيرة كانت على نفس الحال الموجود عليه الآن، أنها كانت عبارة عن أرض جافة صحراء لا زرع فيها ولا ماء. وهذا ظاهر من أحوال القوم الذين كانوا قبل سبأ ولذلك يقولون ليس هذا هو المقصود، وإنما هي من قديم الزمان هي على هذا النحو، لكنها كانت في فترة زمنية كانت عبارة عن جنات وأنهار. هذه الفترة قديمة جدا ونحن نؤمن بذلك، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها ستعود إلى ما كانت عليه. إذن هي كانت الجزيرة العربية الجافة هذه كانت جنات وأنهار ستعود إلى ما كانت عليه. هو بيذكر المصنف رحمه الله بيقول وعودتها جنات وأنهار إما بسبب ما يقوم أهلها به من حفر الآبار وزراعة الأرض ونحو ذلك مما هو حاصل في زماننا. إنه الجزيرة العربية بدأت تتغير، خصوصا منطقة ما يسمى بالمملكة العربية السعودية بدأ فيها أماكن كثيرة يظهر فيها الخضرة والزرع ونحو ذلك، حفر الآبار وإجراء المياه فيها ونحو ذلك. وهذا الوجه في الحقيقة بيرجحه الإمام القرطبي رحمه الله، وبيذكر كلاما معناه أن العرب ستتغير طبيعتهم في آخر الزمان، وأنهم سيتركون طبيعة البدوية ويعني الحياة في الصحراء ونحو ذلك وينصرفون إلى الزراعة وإجراء المياه والغرس ونحو ذلك. وهذا مما يساعد على تغير الطبيعة، وستتغير جزيرة العرب وتتحول في صورتها. وجه آخر بيقول المصنف رحمه الله بيقول وإما بسبب تغير المناخ فيتحول مناخها الحار إلى جو لطيف جميل. إن إما بسبب إن هم هيتحولوا إلى الزراعة وكذا، وإما إنه في تغير هيحصل في طبيعة الأجواء الجغرافية بتاعة المنطقة والمناخ الجغرافي، فيتحول مناخها الحار إلى جو لطيف جميل، ويفجر خالقها فيها من الأنهار والعيون ما يحولها أو ما يحول جدبها خصبا، ويحيل سهولها الجرداء إلى سهول مخضرة فيحاء. بيقول وهذا هو الأظهر. ولعله بيشير إلى بعض الدراسات المتعلقة بالطبيعة والتي تكلم فيها علماء عن أن الأرض في يعني فجر التاريخ كان يسبق يعني هذا التطور اللي حصل في الأرض كان يسبقها أنها كانت كتلة جليدية كما يقولون، يعني أنها كانت كتلة جليدية، ثم هذه الكتلة الجليدية
التي في فجر التاريخ كانت يعني حصل لها ذوبان بعد ذلك، حصل لها ذوبان بعد ذلك. فيقولون أن هذه الكتلة يعني الجليدية هي الآن في بعض مكان أماكن في الأرض. هذه الأماكن في الأرض اللي هم بيسموها القطب الجليدي أو الجزء الجليدي في الأرض، يقولون أنه هيتحول هذا وتذوب هذه الكتلة الجليدية، وهذا سيؤثر على تغير مناخ الأرض، تغير مناخ الأرض، مما يؤدي إلى تغير مناخي في الجزيرة العربية. ويقولون أن مما يؤيد ذلك وجود ما يسمى بالاحتباس الحراري، ما يسمونه بالاحتباس الحراري. هذا الاحتباس الحراري يقولون سيؤدي إلى ذوبان الجليد الموجود على الأرض، المناطق الجليدية بيقولوها تختفي بسبب ما يسمى بالاحتباس الحراري. وهذه المناطق الجليدية إذا ذابت أحدثت في الأرض أنهارا وبحيرات ونحو ذلك، مما يتسبب في تغير كبير في مناخ كثير من الأماكن في الأرض، والتأثير بالتبع سيكون له يعني أثر على الجزيرة العربية، والله أعلم يعني بذلك. الغرض أننا نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبرنا بأن جزيرة العرب هذه ستتحول إلى جنات وأنهار، يعني الصحراء الشديدة يعني الصفار دي اللي احنا بنشوفها كلنا وإحنا في المملكة العربية السعودية في أثناء الحج والعمرة ونحو ذلك، هتتحول إلى خضرة ومياه وجنات وأنهار، سبحان الله. وبعضهم بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أيضا إلى شيء من ذلك، أنه سيبدأ بالتدرج، أنه يبدأ يظهر في الجزيرة العربية بالتدرج. وذلك في حديث يعني رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه أثناء غزوة تبوك. منطقة تبوك هذه في زمن غزوة تبوك دي، تبوك دي فوق في الشمال، فوق شمال الجزيرة العربية. هذه المنطقة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحراوية تماما، تبوك هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يومها لمعاذ بن جبل وهو راجع من تبوك، قال يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وسبحان الله، الذي يرى أو يعرف طبيعة منطقة تبوك الآن، الآن في هذه الأيام يرى هذه النمو. فتبوك الآن تقريبا كلها يعني منطقة خضراء، وكثرت في تبوك، بل عمت تبوك تقريبا الزراعة والأشجار ويعني المياه ونحو ذلك التي فجروها من عيون وجري يعني ترع صغيرة ونحو ذلك. وكأن هذا نوع من سبحان الله يعني البداية لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن جزيرة العرب ستتغير إلى يعني مروج وجنات بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا من العلامات التي لم تقع، التي لم تقع، أي أنها ستقع إن شاء الله في المستقبل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المبحث الثاني انتفاخ الأهلة، انتفاخ الأهلة، انتفاخ الأهلة، هذه علامة من علامات أيضا الساعة التي لم تقع أيضا. قال من الأدلة على اقتراب الساعة أن يرى الهلال عند بدو ظهوره كبيرا، حتى يقال ساعة خروجه أنه لليلتين أو ثلاثة. يعني ابن من علامات الساعة التي لم تقع وستقع إن شاء الله إن الهلال عند بدو ظهوره يرى كبيرا، حتى يقال أنه لليلتين أو ثلاثة. لا، ده ابن يومين أو ليلتين أو ثلاثة. أنا عايز أقرب الفكرة على قدر استطاعتي. لو افترضنا مثلا القمر مستدير هكذا، ده القمر، القمر علاقته مع الشمس هي عبارة عن الضوء اللي بيظهر اللي بيبين لنا بقى منازل القمر. فالقمر كما يقولون له 28 منزلا، له 28 منزل في 28 يوم، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل.
فالقمر والشمس بتيجي عليه بدرجات أيامه، فتعمل في القمر منازل بدرجات الضوء بتاعته. ولو افترضنا مثلا القمر أهو مدور، لو افترضنا كله اسود اللي هي آخر ليلة في الشهر، لأنه هو له 28 منزل، يوم 29، ولو الشهر 30 بيبقى مظلم ليلتين، القمر بيبقى مظلم ليلتين، لو هو 29 يبقى مظلم ليلة واحدة. يوم واحد يبدأ القمر يبيض منه جزء كده اللي هي الشرخة اللي بتظهر دي، يبيض الجزء ده، ده الهلال اللي هو بداية الهلال نفسه، هلال القمر. تاني يوم يقوم يوسع الشرخة دي شوية، ثالث يوم توسع أكتر شوية، رابع يوم توسع أكبر أكبر أكبر، لحد يوم 15 الهلال يبقى القمر يبقى كله منور. يبقى بدأ أول يوم هلال كده صغير، ويفضل يكبر 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 لغاية ما يبقى بدر يوم 15 أو 14 و15، وبعدين يبتدي يصغر تاني، يصغر 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 لغاية ما يبقى صغير بالعكس، وبعدين يختفي، اللي هو اليوم الأخير في الشهر أو اليومين الأخرين في الشهر لو كان 30 يوم الشهر. يبقى دي منازل للقمر. فالغرض المقصود إن أول يوم ده بيبقى أصغر مرحلة للقمر، أصغر مرحلة لما يظهر القمر، ليه الهلال بدو القمر. فمن علامات الساعة إن الهلال ده لما يظهر يظهر كبير بقى عن المعتاد، فالناس لما يشوفوه كده يقولوا إيه ده، ده لسه ده ابن يوم، ابن ليلة واحدة يعني، لا ده ابن ليلتين أو ثلاث. دي علامة من علامات الساعة. وإيه الحكمة في ذلك؟ فالعلماء يقولون كأنه إخبار على قرب الساعة، إن ده إخبار على قرب الساعة، بدأت الهلال يعمل كده يوسع في أول ليلة، يبقى ده معناه إن الزمان خلاص بيتقارب وإنه الساعة اقتربت. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا، أن يرى الهلال قبلا، فيقال لليلتين، فيقال لليلتين. ده مش ابن ليلة واحدة، ده ابن ليلتين أو ثلاثة. وابن الأثير رحمه الله وغيره من أصحاب اللغة يقولون في ذلك: أن يرى الهلال ساعة طلوعه لعظمة وضوحه من غير أن يطلب فيظن أنه ابن ليلتين. يعني ده مفروض أول ليلة بيقعدوا يفتشوا عنه، لا ده هيبقى واضح جدا، فيظن أنه ابن ليلتين بينما هو في الليلة الأولى. والعرب تقول: رأينا الهلال قبلا إذا لم يكن رؤية قبل ذلك. الغرض يعني أن هذه علامة من علامات الساعة، إن الهلال ينتفخ، يبقى مساحة الهلال في أول ليلة كبيرة أكبر من ما هو معتاد كما كان في الزمان السابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. هذه من علامات الساعة أيضا، وأن تتخذ المساجد طرقا. طرقا بعض العلماء يقولون يعني تغلق المساجد ويكون موضعها طرقا. نسأل الله العفو والعافية، إن المساجد من الفتنة والعياذ بالله تغلق ويبقى بدلها طرق. وقيل أن تتخذ المساجد طرقا يعني تقل قدسيتها في نفوس المسلمين فيتخذونها طرقا، وهذا أظهر والله أعلم، إن الناس تخش وتطلع في المسجد كأنه طريق عادي، وتذهب قدسية المسجد من نفوس كثير من الناس. نسأل الله العفو والعافية. قال: وأن يظهر موت الفجأة. وسبحان الله، هذه علامة ظهرت، ومسألة المساجد طرقا دي ظهرت، وأن يظهر موت الفجأة دي ظهرت، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. أمراض الفجأة
التي لا تعد، عافانا الله وإياكم والمسلمين. ثم قال المبحث الثالث: تكليم السباع والجماد الإنسان، إنه من علامات الساعة التي لم تقع، وإن كان بعضهم يقول إنها وقعت كما سيأتي في آخر الكلام. تكليم السباع والجماد الإنسان، إن السباع الحيوانات زي الأسود والكلاب والدواب تكلم الإنسان، والجماد، الجماد يكلم الإنسان، الحجر، الحديد، نحو ذلك يكلم الإنسان. قال: روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال: عاد الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي. واحد راعي غنم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيرعى الغنم، جه ذئب راح خاطف واحدة من الغنم، فطلبه الراعي، يعني طارده الراعي، فانتزعها منه فأقع على ذنبه، يعني الذئب قاعد على ذنبه كده. قال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ الذئب بيكلم الراعي يقول: ألا تتقي الله تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الراعي: يا عجبي، ذئب مقعي على ذنبه يكلمني كلام الإنس، ذئب قاعد كده هو بيكلمني زي ما يكلم الإنسان. قال: فقال الذئب، الذئب بقى بيكمل المسألة، فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ ألا أخبرك بشيء أعجب بقى من أنا بكلمك الآن؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. روح شوف في المدينة في يثرب ده في نبي بعث اسمه محمد بيخبر الناس بما سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة. الراجل الراعي دخل وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل وعرف أنه نبي وحكى له الحكاية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي الصلاة جامعة، نادي الناس كلها. قال: ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للراعي: احكي للناس. قال: فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، زي ما حصل مع الرجل ده، مش هتقوم الساعة إلا لما الناس في آخر الزمان هيكلمهم السباع، هتكلموا الحيوانات، هتكلمهم كلام الإنس. ويكلم الرجل عذبة صوته، عذبة الصوت اللي هو طرف الصوت، الرجل الصوت بتاعه هيكلم، نعم. وشراك نعله، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، الشراك بتاع نعله يكلمه. ويخبره فخذه بما حدث أهله بعده، شيء عجيب جدا، لكن سيحدث، هذا سيحدث بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: وقد يكون هذا الذي يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا خارقا للعادة، خارجا عن المألوف، كما تشهد على الإنسان أعضاؤه يوم القيامة. أي نعم، زي ما هو يوم القيامة هيحصل حاجات مش مألوف، الخوارق دي اللي هتظهر من علامات الساعة دي، هذا من باب الإنذار، كما أنه يحدث يوم القيامة خوارق من هذا النوع. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال: أو هو إخبار عما يصل إليه البشر من علوم ومخترعات. يعني بيقول إنه ده احتمال أيضا أن يكون ده إشارة إلى ما سيصل إليه البشر من مخترعات حديث يستطيعون بها فقه لغة الحيوان، وينطقون بها الجماد، كما هو الحال في المخترعات الجديدة، الراديو والتلفاز، وطبعا والهاتف والنقال وغير النقال ونحو ذلك. لكن في الحقيقة هذا التأويل، يعني كثير من العلماء
يقولون الأولى تركه، الأولى تركه، وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى ذكره بصيغة الاحتمال، أو أنه ربما يكون هذا الاحتمال أن تكليم البشر للحيوان والجماد يكون عبارة عن هذه الأشياء، الجمادات التي تنطق، الراديو والتلفزيون، الراديو عبارة عن حتة حديدة والتلفزيون والتليفون الهاتف ونحو ذلك، هذه الأشياء بتنطق الآن تتكلم، وهل هذا هو المقصود؟ الله أعلم. لكن ظاهر الحديث هو الأصل أن الحيوانات هتتكلم مع الإنسان كلام الإنس، هتتكلم كلام الإنس، الجمادات هتنطق، فخذ الإنسان يخبر على ما حدث في بيته ونحو ذلك. هذا كله من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع في آخر الزمان. طيب، يعني هنقف على يعني هذا القدر إلى المرة القادمة، نقف على انحصار الفرات عن جبل من ذهب، لأنه يحتاج إلى وقت أوسع من ذلك، فنكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.